سمارت بيجنج دي خاصيه حلوه قوي قوي موجوده برضو في الهايبر في. ايه الفكره بتاعتها؟ قال لك والله انه ممكن السيستم بتاعنا ما يقدرش ان هو يستغل كل الميموري الخاصه بيه. يعني ايه؟ نفترض انت فاتح خمسه سته ماشين، تمام، وشغال بالدايناميك ميموري. انت عارف انه الماشينز في الدايناميك ميموري اول ما يبدا بالستاندرد ميموري بعد كده ينزل للحد الادنى اللي هو المينيمم، تمام. طيب نفترض حصل اي حاجه في الماشين وحبيت ان انا رستر، انت مجرد انك ترستر الماشين هيطلب الايه؟ الستارت اب، الحقه الكامل في الميموري بتاعته، تمام. فساعتها بقى لو مفيش ميموري ساعتها اقوم ضارب في وشي يقول ران اوت اوف ميموري ويقوم السيرفر قافل. فانا عايز اعوض لو مفيش فيزيكال ميموري لي ياخد من الديسك. هو ده معنى سمارت جي بي اي، سمارت بيجنج، ياخد مساحه مقتطعه من الهارد ديسك ميموري كتعويضا ليه مش قادر ياخد الايه؟ فيزيكال ميموري. لان اصلا مصطلح بيجنج عندنا هو معناه ايه؟ بيجنج لوحده بدون سمارت معناه نقل الداتا والكود غير المستخدم من الفيزيكال ميموري على الهارد ديسك. ولذلك لو فتحت السي عندك في الويندوز هتلاقي ملف اسمه بيج فايل دوت سيس، ده ملف مخفي من ملفات سيستم، ده بيتحط فيه كل الداتا والكود اللي مش مستخدم الميموري على الديسك. ليه؟ علشان يفضي الميموري لاي ابلكيشن تاني اكسس عليه. واخد بالك؟ سمارت بيجنج هنا بقى للهايبر في قال لك كل ماشين ليها ستارت اب ميموري، مفيش اي شغل عليها، هينزل للحد الادنى بتاع الميموري. طيب فجاه جه ريكوست او هعمل ريستارت، محتاج اطلع مين؟ الستارت اب، مش لاقي مساحه، اعمل ايه؟ اخد من الديسك. واخد بالك؟ فسمارت بيجنج معناها هنعوض المساحه بتاعه الميموري المطلوبه من الديسك اكتر ما انا اجي اكسس منين؟ من الفيزيكال. الفيزيكال مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها مساحه. معلومه ثانيه هتاخد بالك منها، السمارت بيجنج يصلح للسيرفرات اللي هتعمل ريستارت مش اللي هتبدا، اللي لسه معمولها تيرن اوف وتبدا مش هينفعها سمارت بيجنج. سمارت بيجنج ينفع للرننج ماشينز اللي هتتعمل ريستارت، فتخلي بالك من دي. ماشي؟ يبقى سمارت بيجنج معناها تعويض الميموري اللي الفي ام اي محتاجاها من الديسك لانه مش قادر يلاقيها فين؟ في الفيزيكال ميموري. الخاصيه دي بتشتغل على الرننج فيرتشوال ماشين اللي هتعمل ريستارت مش اللي هتبدا من الاول. وصلت؟ تعالوا نعمل الازمه دي. هنعمل لعبة حلوة قوي وهنستغل الاثنين نانو اللي عندنا. طيب بص معايا، النانو اللي عندنا دلوقتي هي واخدة 512 والستارت اب بتاعها كام؟ 1024. الاول لازم افعل السمارت بيجنج ودي بتتفعل على الفي امات نفسها. طيب ايه رأيك ان انا اروح على البارتيشن اللي اسمه في ونعمل مجلد كده جديد اسمه بيجنج. ليه؟ علشان اروح اقول للفيرتشوال ماشين السمارت بيجنج بتاعك ارمي على اللوكيشن ده، لان زي ما قلت لك هيقطع مساحه من الديسك يستخدمها كايه؟ كميموري. واخد بالك؟ فانا عملت بارتيشن، عملت مجلد اسمه بيجنج على الفي هناك على هايبر في، وبعدين اسلكت الفي امات بتاعتي وهم قالوا كليك يمين وهم قالوا سيتنج. طبعا بالترتيب هنا هم هنخلص واحد واحد، تمام؟ هاجي على هايبر في كور الاول واقوم نازل تحت خالص الاقي حاجه اسمها ايه؟ سمارت بيجنج لوكيشن. انا مش عايز يرمى هنا، انا عامل مجلد اسمه بيجنج، فانا اقول له براوس واقوم رايح مشاور على الفي ادي بيجنج. ايه رايك نعمل سيلكت فولدر ناخد المسار ده كوبي كنترول سي واقوم قايل له ابلاي. انا كده عملتها على مين؟ على الهايبر في كور. يلا على النانو، تمام، وننزل على سمارت بيجنج. هي الماشين شغاله خلاص يا سيدي، احنا اسفين. تيرن اوف. يلا سيتنج مره تانية. الكور بتاعي خلاص السمارت بيجنج خلصت. نيجي على بعدها نانو واحد، ننزل تحت سمارت بيجنج فين اهو. يلا هنيجي هنا كنترول في ابلاي، ننزل على اللي بعده نانو 2 واقوم قايل له سمارت بيجنج. نيجي هنا كنترول في ابلاي. حلو جدا كده، انت بقى عندك كل الماشينز بترمي فين؟ بترمي في اللوكيشن ده. لو انا جيت هنا اهو كليك يمين سيتنج، بص سمارت بيجنج بيرمى على بيجنج. تعالى هنا كليك يمين سيتنج، ننزل سمارت بيجنج بيرمى فين؟ على البيجنج. حلو قوي. لو رحت على البيجنج بقى افتحه، شايف عملك ايه؟ فيرتشوال ماشين. وافتحه انت لانك مفعل ثلاث مكانات في ثلاث مكانات، هتقول لي ايه ده؟ ده بالاي دي مش بالاسم، ازاي اعرف الاي دي بتاع الماشين؟ لان احنا لما هنلعب دلوقتي هنلعب بمين؟ هنلعب بالكور ونانو واحد، ماشي؟ فانا عايز اعرف الاي دي بتاع كل واحد فيهم. اقول لك ولا يهمك، افتح الباور شيل قائمه ستارت باور شيل، تمام،
ممكن نعملها من هنا عادي انتر داش بي السيشن اس ار في 3 سي ال اس هما الويجت داش في ام ماشي. وبعد كده فورمات ليست ماشي نجمه. نطلع كده من الاول. دي المكان اللي هي الكور. بص الاي دي، الاي دي كام؟ سي 5 اف 3 صح؟ سي 5 اف 3 امسك عندك اهو، ده بتاع مين؟ الكور ماشي. وعايزين نانو واحد، انزل 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 نانو واحد. الاي دي بتاع كام؟ 36 1 سي. حلو قوي. فين المجلد ده؟ اول واحد. يبقى احنا الاولاني والتاني دول تبعنا، سيبك من التالت ده مش عايزينه دلوقتي خلاص. يبقى سي 5 اف 3 ده بتاع الكور، والاولانيه بتاعت مين؟ بتاع نانو واحد. ماشي كده؟ حلو قوي. تعالى كده بقى نقفل ده خلاص مش عايزينه. النانو واحد الستارت اب ميموري بتاعته كام؟ 1 جيجا. فانا هقول له ستارت. انزل بقى الميموري. طيب على ما يشتغل كده الميموري بتاعته. طيب حاضر. يا ريت بص حضرات الغلبان التالت ده، يلا نقول له ايه؟ ميموري 1024 مفيش مشكلة، 512 1024 يلا يلا اعمل ستارت نجرب ده. ايه مالك انت كمان؟ هنستغل دلوقتي ده في الديناميك ميموري، واقوم رايح على الهايبر في كور افتري شويه في الميموري ماشي. ده 3 جيجا اهو، تعال كده نخليها مثلا 4500. اعتقد ممكن يزعل مننا ما يرضاش. اه نوت اناف ميموري خلاص بقى، انا ايه انا زودتها اهو، خليها 4 بس. انت حالف انك تاخد الميموري لاخر درجة 3400. حلو 3400. ممكن نعمل ايه بقى؟ خلي بالك دي المكنة اسمها نانو 2، فممكن يكون البارتيشن بتاعها في البيجنج اللي هو التالت ده صح؟ ده ما بصيناش فيه تمام؟ طيب تعالى بقى نجبر النانو دي انها تراستر ازاي؟ اللي انا اجي هنا ممكن حتى نعملها عشان نشوف كده ايه القصه دي هنا مع بعض. ممكن اقول له ريستارت داش في ام داش نيم اللي اسمها ايه؟ نانو 2 تمام. اقوم قايل له انتر يس. شايف كاريت على طول، لانه مش قادر الكور مستحوذ على الميموري
تمام. فقدر ان هو شاف حتى ما قدرش ياخد، شاف بص بص وشاف ده الفرق ده، ده كده معناه بيجينج، انما ده كده ايه مستغل الميموري بتاعته، ده الوحيد اللي باين بيجينج دلوقتي، مش قادر ياخد من فيزيكال فخد منين؟ خد من الديسك، ده اللي انا اقصده بقى ماشي. فانا حابب انك تجرب، هتعمل ايه في الاول؟ رقم واحد هتروح على البارتيشن في تعمل لي مجلد اسمه بيجينج تمام. رقم اثنين هتسلكت الفي امات اللي عندك وتخش في السيتنج في سمارت بيج، بس طبعا اقفلها كلها وروح في السمارت في السيتنج بتاعه، وروح سمارت بيجينج غير كلهم للوكيشن الجديد تمام. رقم ثلاثة لو انت حابب انك تعرف الاي دي ممكن تخش على الباور شيل تمام ماشي. رقم واحد هات كاريت مجلد اسمه بيجينج فولدر على البارتيشن اللي هو مين اللي هو في. رقم اثنين هات سيلكت اول في امز ماشي، هتعملهم تيرن اوف، رايت كليك وتعمله سيتنجز، وتروح على سمارت بيجينج وتعمل براوز تمام، انك تغير الايه تغير المكان عليهم كلهم. رقم ثلاثة تو جيت ماشين اي دي هتفتح البار شيل تقوم قايل له ايه طبعا انتر بي اس سيشن ماشي، ده لو انت على ايه لو انت على مكنه ثانيه ولكن مثلا ايه اس 2 تقوم قايل له ايه جيت داش في ام بايب لاين فورمات ليست نجمة، عارف يجيب لك كل خالص اما يجيب لك النيم والاي دي، يبقى انت عرفت الايه اجيب الاي دي. رقم اربعه هتدي مثلا للكور فول ميموري وليكن مثلا 3500 ماشي، هتجدي مثلا لاي واحده بقى من النانو عندك هتديها دايناميك ميموري ماشي، وليكن مثلا 512 كحد ايه كحد ادنى، ومثلا 1024 كحد اقصى. وبعد ما تعمل الكلام ده علشان تو ريستارت الفي ام، طبعا انت قبل ما تعمل الكلام تقوم عامل ايه ستارت الكور فيرست، ابدا الكور عشان الكور هيبلع الايه يبلع الميموري، لا مش الكور بقى ركز، ابدا النانو الاول علشان ينزل بدرايف ميموري، حلو الكلام، وبعد كده ثم ستارت من الكور علشان ياخد الفول ميموري مخصصه ليه. بعد ما تعمل الكلام ده عشان تعمل ريستارت الفي ام هي تقوم قايل له ايه ريستارت داش في ام داش نيم اليمين النانو بس كده، هي دي خطوات تمرين لو انت حبيت تصورها تمام علشان تبدا ايه تنفذها، ولا ابعت لكم التكست دي ها صورها ولا نبعتها ولا حفظتوها خلاص خلاص يلا. ده كده السمارت بيجينج. اخر جزئيه معانا بقى في التوبيك ده اللي هي الريسورس ميترنج. الريسورس ميترنج الفكره بتاعتها انه لو انا عايز اراقب استهلاكات الماشين بتاعتي، عايز اراقب استهلاكات الماشين، استهلاكات من ايه؟ انا عندي اربع حاجات اساسيه الفي ام اي زي الويندوز بيستهلكهم، السي بي يو والميموري والديسك والنتورك. طيب انا ليه افتح ريسورس ميترنج ونعمل لها مراقبه؟ ممكن اكون انا راجل بروفايدر وناس مأجره من عندي في امات وبتدفع لها فلوس شهريا، فانا عايز اعرف الراجل ده بيستهلك قد ايه ميموري، بيستهلك قد ايه ديسك علشان احاسبه عليه. انت لو حد فيكم ان شاء الله ما يخش الكورس بتاع الاجر هتعرف ان كل حاجه عليها فلوس، لما مثلا كاري بريشر ماشين على الكلاود على مايكروسوفت هتلاقي السي بي يو لها حساب، الميموري لها حساب، عامل لك بلانز يقول لك انت لو عايز ميموري عايز مثلا في ام اي باربعه سي بي يو بكام مثلا دولار في الشهر، لو عايز ب 8 سي بي يو باكتر ميموري اكتر، فهو بيحاسبك على كل استهلاك عندك. ففي امكانيه ان انا اعمل الكلام ده في الهايبر في عندي، اللي انا افتح امكانيه المراقبه على كل في امات اللي شغاله علشان لو في ناس بتستضيف في امات عندي على السيرفرات احاسبهم عليه. طيب السؤال، هل يوجد اي طريقه جي او اي اعمل بها الكلام ده؟ لا، الريسورس ميترنج من على الباور شيل بس، الريسورس ميترنج من على الباور شيل فقط تمام. طيب طبعا ده مش معنى ان في برامج ثانيه بتنتجريت مع الهايبر في، يعني مثلا عندنا سيستم سنتر اوبريشن مانجر ده مونيتورنج سولوشن من مايكروسوفت بينتجريت او بيتكامل مع كل برامج مايكروسوفت بما فيها الهايبر في والفيرشوال ماشين مانجر برضه مايكروسوفت، ولكن الهايبر في نفسه مع كاداه ما عندوش اي طريقه جي او اي اراقب بها الريسورس ميترنج دي كلها باور شيل بس. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا طبعا السكريبت بتاع ريسورس ميترنج اهو، كليك يمين ومايل اديت، لازم طبعا هنخش على السيرفر نفسه اللي عليه الهايبر في تمام، فاقول له ايه انتر
داش بي السيشن اللي هو مين اس ار في كام عندنا 3 او مايله اف 8. حلو جدا. هو مايل له جيت في ام انيبل في ام ريسورس ميترنج، هو ده بس. كل ما هو جيت في ام يعني كل الفي امات افتح عليها الاستهلاكات، تمام. هو مايل له ران كده اتعمل انيبل. طيب جيت في ام ميجر في ام، خلينا كده نشيل كده السكرين دي سي ال اس عشان تبقى السكرين فاضيه كده. تعال اقول له اعرض لي الاستهلاكات بتاعت الماشينز الحالية اللي شغال، وهو ما يقول له ميجر في ام ران زي ما انت شايف التقسيمه بتاعتك، معدل استهلاك السي بي يو، معدل متوسط استهلاك الميموري، الماكسيموم كام، المينيموم كام، المساحه او المعدل استهلاك الديسك بتاعك، وكمان النتورك. فدول الاربع اساسيات اللي انا بقيس عليهم بيرفورمانس واستهلاكات الناس. طيب ممكن اللي انا اظبط التايمر بتاعه، لان باي ديفولت الريسورس ميترنج بيعمل سكان على الماشينز كل 1 اور، انا ممكن ان انا اقلل التايمر ده بحيث يجيب لي احصائيات كل 1 مينيت. ازاي؟ فبقول له سيت في ام هوست اللي هو الهايبر في نفسه، تمام، ريسورس ميترنج انترفال. طيب تعال كده نعمل حركه ظريفه، ايه رايك بدل ما اقول له سيت تعال كده ناخد السطر ده كوبي. انا حابب ان انا اشوف بدل سيت جيت، تمام، جيت في ام هوست، تمام، وبعد كده اقوم قايل له ايه فورمات ليست، ماشي. ممكن اقوم قايل له نجمه كل ما هو مثلا ايه ريسورس ميترنج انترفال. تعال كده نشوف اصلا هو بيراقب كل قد ايه. طب فورمات ليست نجمه جايز يكون لها اسم تاني. اهي ما هي موجوده اهي، شافها معانا كل قد ايه؟ 1 اور. ما هو العشان ده خلاص 1 اور، تمام؟ فاحنا هنقلبها منين؟ من 1 اور الى ايه؟ 1 مينت. يبقى انا بظبط الهايبر في هوست بتاعي انك تجيب احصائيات كل دقيقه من في مات، ما تستناش كل ساعه، تمام؟ فانا ممكن ان انا اغيرها. فدي الطريقه بتاعت تفعيل الريسورس ايه؟ ريسورس مترنج. طيب انت شفت لما انا بقول له ميجر في ام بيجيب لي حاجات كتير جدا. بيجيب لي السي بي يو، بيجيب لي الميموري، وبيجيب لي الديسك والنتورك. انا مش عايز الكلام ده كله. هو انا ما ينفعش ان انا ابص على حاجه معينه بس؟ ينفع، بس ساعتها لازم تعمل حاجه اسمها ريسورس بول. ريسورس بول معناه انا عايز اقيس حاجه معينه بس، الميموري، الديسك، السي بي يو. بدل ما تعرض لي كل النتائج دي انا عايز اراقب الميموري بس لكل الفي امات دي، واخد بالك؟ يبقى انا ممكن اعمل فلتر ما يعرضليش كل النواتج دي، يعرض لي حاجه واحده بس انا عايزها. طيب علشان تعمل ريسورس بول، تمام، او مايل ريسورس بول، ما ينفعش اعملها والماشين شغاله، فلازم ان انا اقفل ايه؟ اقفل الماشين. فاقول ستوب للكور. هي اسمها كور ولا اسمها ايه؟ الماشين عندنا، افتح الهايبر في يا ابني لو سمحت. هايبر في كور، هو عنده حق. انا اقول له كنترول سي، احنا اسفين يا سيدي، هايبر في كور، تمام. يبقى لازم ايه؟ لازم يعمل ستوب للهايبر في كور الاول، وبعدين هيربط الريسورس بول نيم اللي انا عملته فوق ده اهو. الريسورس بول ده بيقيس مين؟ الميموري. فهيقيس الاحصائيه بتاعت الميموري على الكور بس، بحيث لما اقول له اعرض لي الريسورس بول 1 استهلاكات الميموري، كل ماشين انت عامل معاها اتاش للريسورس بول ده هيجيب لك الميموري بتاعته بس، بدل ما يجيب لك الاربعه، واخد بالك؟ يبقى انا ممكن اقيس استهلاكات كل حاجه، الاربعه بيسموهم فور مين سب سيستم، السي بي يو والميموري والديسك والنتورك. لا، ممكن اعمل ريسورس بول واحده تبص على الميموري بس، واقول له اربط لي ريسورس بول بالمكنه دي. ما ينفعش اعملها وهي شغاله، لازم اقفلها الاول. فانا هقول له ايه؟ خلاص هو بيعمل كده شوت داون. بنقعد شوت داون كتير ولا ايه؟ ايران عمل شوت داون. حلو قوي. طالما المكنه اتقفلت ساعتها اقدر اربط الريسورس بول بالفي ام اي بتاعتي، ما اقدرش اعملها ابدا وهي شغاله. فانا هقول له اربط كده. بقى لما تقول له ميجر في ام ريسورس بول، خلي بالك الفرق ما بين ايه؟ قارن كده بعينيك ما بين الامرين دول.
ده اسمه ميجر في ام. ميجر في ام يعني ايه؟ كل حاجه. انما ميجر في ام ريسورس بول انا ببص على حاجه واحده بس، عايز ابص على الميموري، تمام؟ فانا اقول له عايز ريسورس بول 1. ريسورس بول 1 حاليا مربوطه بمين؟ بالهايبر في كور. فلما رن الكوماند ده هيجيب لي مين؟ بتاع الهايبر في كور بس. يبقى ده انت بتبص على حاجه واحده بس، انما الجيت في ام بيبص على كل حاجه. عايز الغي ريسورس ميترنج او مايله ايه؟ جيت في ام وديسيبل في ام ريسورس ميترنج. سهل الكلام؟ يبقى الموضوع بسيط خالص، اللي انا اراقب الاستهلاكات بتاعه الماشينز اللي عندي. الطريقه الوحيده لتفعيل الكلام ده على الهايبر في هي البارشل.